المسجد الأقصى. بخلاف ما يعتقده الناس، المسجد الأقصى هو كل ما شمله سور المسجد وليس فقط المصلى القبلي، فهو يشمل المصلى القبلي وقبة الصخرة وساحات ومصليات مسقوفة. وتبلغ مساحة المسجد الذي يعد من أكبر مساجد العالم 144,000 متر مربع، وهو يقع على هضبة موريا ويتسع لأكثر من 500,000 مصلي. وتبلغ قياسات المسجد الأقصى 281 متر من الجنوب، 310 متر من الشمال، 462 متر من الشرق، 491 متر من الغرب. وللمسجد الأقصى 4 مآذن، وهي مئذنة باب الرحمة، ومئذنة باب السلسلة، ومئذنة باب الغوانمة، ومئذنة باب الأصباط. وللمسجد 15 بابا، منها 10 مفتوحة والبقية مغلقة. والمسجد الأقصى موغل في القدم، فهو ثاني بناء للعبادة بعد الكعبة المشرفة، وعيد بناؤه بمعالمه الحالية على يد الخليفة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك.